بسم الله الرحمن الرحيم. تصدق كأن الفيسبوك كان معانا واحنا بنتكلم. حبيبي لا، انت اللي مش معانا، انت مضيت وانت ما تعرفش انك لايف حالا دلوقتي وانت بتتكلم، وفي فوت شغال هتتغدوا ايه النهارده، وفي جماهير بتحرض مراتك على الطلاق، وفي حبه عاملين مسابقه دلوقتي بيتناقشوا هو امين لابس شراب قصير ولا لابس الجزمه من غير حاجه. ف هذا البرنامج برعايه طبعا اجيال النوكيا 3300 وال 6600، الاجيال العريقه دي اللي عصرت الاي سي كيو والياهو ماسنجر والحاجات دي، مهما عملوا مش هيتخيلوا قد ايه السوشيال ميديا بقت لجيل اليومين دول عامله زي كفته الرز كده، مش ثوابت، مسلمات هتحصل، يعني هتحصل ملهاش حل. 59% من الاطفال تحت سن 10 سنوات ليهم وجود على السوشيال ميديا، دي ارقام. ومعرفش لو هيفاجئ حضرتك ان القانون بتاع اغلب الابلكيشنز ده بيقول ان ممنوع لاقل من 13 سنه. ليه؟ عشان الابلكيشنز من الاخر اكل عيشها من اختراق خصوصيتك، بعرفها كده. طالما الخدمه مجانيه يبقى انت البضاعه، زي طبعا ما اتقال في الفيلم بتاع سوشيال دايلاما دوكيومنتري الجميل، اللي هم جم بنفسهم، هم اهل الصنعه، عرفونا كل حاجه واعترفوا على نفسهم. فما تبصمش بالعشره وتقول ايه اكسبت وخلاص وانت شفت الشروط والاحكام، بعدين ترجع في الاخر تقول باداء كده الراجل المتفاجئ بسم الله الرحمن الرحيم، تصدق كان الفيسبوك كان معانا واحنا بنتكلم. حبيبي لا، انت اللي مش معانا، انت مضيت. قلت له يخش ويسمع. بس فكر كده، اصلا لو صحينا من النوم لقينا الموبايلات اختفت هيحصل ايه؟ هيحصل حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا في حياتنا هتختفي. يعني مش بعيد مثلا العيال نفسهم يختفوا، لان مين هيفكرك انك انت ولد في مثل هذا اليوم؟ ما الفيسبوك هو اللي بيفكرنا بعيد ميلاد عيالنا، هو عيد ميلادك وعيد ميلاد مراتك اصلا. كمان ايام العزل الصحي اللي يعني عدينا بيها كلنا مش بعيد، اللي ما عندوش نت كمان يعيش كانه مقطوع من شجره، لان السوشيال ميديا مفيده في العلاقات الاجتماعيه للاطفال خصوصا في الظروف اللي زي دي، غير طبعا حجم المعلومات والانفتاح الغير محدود على دول العالم. انا شخصيا اتفاجئت ان ابني منضم لجمعيه انقاذ نمر أمور، مش نمر أمور، لا نمر أمو، اللي هو مش فاضل منه غير 40 باين في الصين حاجة زي كده، ويعرف عنه معلومات أكتر من اللي يعرفها عن أنا، في حين أنا أمور برضو مش فاهم دماغه. لكن مش لازم ننسى أن السوشيال ميديا كمان بتعرضهم لمحتوى غير مناسب، ما ينفعش لأعمارهم، تنمر إلكتروني واختراق خصوصيتهم وخصوصية حضرتك، وأنت ما تعرفش أنك لايف حالا دلوقتي وأنت بتتكلم، وفي فوت شغال هتتغدوا إيه النهاردة، وفي جماهير بتحرض مراتك على الطلاق، وفي حبة عاملين مسابقة دلوقتي بيتناقشوا هو أمين لابس شراب قصير ولا لابس الجزمة من غير حاجه. ف قصير. طب احنا بقى احترنا، طب هي السوشيال ميديا حلوه ولا السوشيال ميديا وحشه؟ طب هنروح فين؟ هنعمل ايه؟ من الاخر هي بقت ضروره، بس احنا لازم نقف في وجه هذه الضروره عشان نحجمها، عشان ما تدخلش علينا وتبلعنا كلنا. عندك اكاونت على السوشيال ميديا؟ للاسف لا. بتستخدم الموبايل قد ايه في اليوم؟ حوالي ساعة أو ساعتين. تبقى ساعات، خمس ساعات. قولي لي تلات حاجات ممكن نعملها على اللابتوب أو الموبايل غير السوشيال ميديا. نشوف صور، في جيمز على الموبايل، ممكن نكلم صحابنا، ممكن نسمع أغاني. ليه الناس بتعمل أكاونت على السوشيال ميديا أصلاً؟ عشان عاوزة تتشير، مش عارف، عشان تبقى عارفه ايه اللي بيحصل، كانوا حاسين ان هم فري. تفتكر الناس اللي كانوا عايشين قبل السوشيال ميديا كانوا بيتواصلوا ازاي؟ بالعصفوره يحطوا نوت، العصفوره تمسك النوت وتروح لل مفيش حاجه قبل الراجل، يكتبوا لبعض لاترز وتوصل لهم بعديها بسنتين، يروحوا يتصاحبوا ويطلعوا بره البيت وكده. تفتكر كانوا مبسوطين؟ طيب ممكن انك تدخلي على السوشيال ميديا انستجرام وكده، دي حاجه بتخلي مودك احلى؟ ممكن تعملي لبابا او ماما بلوك او ميوت؟ لا طبعا، لا لا لا، ما عملتش حاجه وحشه. امتى حضرتك عملتي اكاونت على السوشيال ميديا؟ وانا في ثانويه عامه تقريبا 2007، من حوالي 12 13 سنه عملت اكاونت على السوشيال ميديا وانا عندي 20 سنه. طب بتقضي كام ساعه قدام الموبايل؟ تقريبا اليوم كله، ممكن ساعه، ساعه ونص، ممكن 3 6 7 يعني كده. بتشوفي ايه اكتر حاجه مفيده على السوشيال ميديا؟ بعرف اخبار الناس، الترندز العالميه، دلوقتي بقينا نعرف اخبار بعض، بس برضو بحس انها مش مستفيده قوي، برضو مش عارفه ليه. واكتر حاجه مرعبه ان احنا بنعرف اخبار بعض قوي، اشاعات وكده، يا زي ما بيقولوا السم اللي في العسل. السوشيال ميديا بتخلي مودك حلو ولا وحش؟ بقيت احس انها بتخلي مودي وحش. ممكن تحسن شويه، تلطف شويه الحقيقه. بقت ادمان شويه اكتر. لو فجاه صحيتي لقيتي عندك مليون فولور هتحسي بايه؟ الله ايه ده، اشتهرت، هتخض، فخر وعظمه. يعني هل في مره الاكونت بتاعك او بتاع حد تعرفيه اتعمل له هاك او اتسرق او حاجه زي كده؟ لا. انا اكونتي اتسرق قبل كده، في ناس عملوه وحولوه حاجات مش كويسه. يعني حد اتنمر عليكي على السوشيال ميديا قبل كده؟ ممكن تيجي حاجات معاكسات وحاجات كده. لا تهريج، لكن مش توصلش للتنمر يعني. بلوك بلوك بلوك. بتشتري حاجات اونلاين كتير؟ جوزي هيتفرج على بعد الكورونا بقى كتير قوي. شويه. لا المدام، ممكن تعملي بلوك لحد من اصحابك او العيله؟ اكيد. هو مش بلوك، ممكن اعمل انفولو. بلوك لا. بنتك بتزن عليك عشان تعمل اكونت؟
لا مش قوي. ممكن نوصل في اليوم نتكلم في الموضوع ده مثلا 10 مرات. ايه السن القانوني عشان الولاد يعملوا اكاونت على السوشيال ميديا؟ يعني اعتقد ان هو مش اقل من 16 سنه لما يدخلوا الجامعه. 75 سنه. هو بص ممكن من بدري بس يبقى فيه ريستريكشنز معينه. لو في ابلكيشنز تتبع عائلي ممكن تعملي كده؟ انا عامله كده اوريدي. انا اوريدي عامله كده. انا واثقه فيه. حاجه عمرك ما هتسمحي بيها لولادك على السوشيال ميديا ايه هي؟ فكره اللايف فيديوز دي. نزل صور كتير اوفر حسن اللي هيبقى بلاش يعني. موضوع اللايفز اكتبوا كلام مش مناسب نوم علني كده. تقدر تقلد بنتك وهي ماسكه الموبايل عامله كده وفتحه بقها؟ هي برضو عندها حركه كده متلازمه كده في ولو ايه عدى قدامها مش هتسمعه اصلا ولا هتشوف. فريده نامي مو عيب كده بنادي بقالي كتير. ليلة عيد ميلاد ولادك ال 13 مع دقة الساعة 12 تلاقي النور قلب وصوت ابنك اللي هو بيجعر بقاله 13 سنة ده وطي كده وجي قال لك بصوت خافت غريب مخيف بابا ممكن اعمل اكاونت على السوشيال ميديا؟ لا فجأة الإضاءة بقت حمراء والصفارات الإنذار والدنيا خلاص يا ولدي هتروح السوشيال ميديا يا ولدي خلاص مستعد تلعب اللعبة دي يا ترى انت كمان جاهز انت خايف عليه هو انت ايه اخبارك؟ بص انا حاسس بيك ومحتاس محتاس حسنك وحصل لي كده مع ولادي وكله تمام بس في شوية حاجات لو عملناها ممكن تخلينا نستعد بشكل احسن. اول حاجة ابدأ بدري يعني صلح علاقتك واستخدامك للسوشيال ميديا عشان تكون قدوة لي يعني مش اسمع كلامك اصدقك اشوف اكونتاتك كل لها استعجب او استعجل اعمل اكاونت عشان انا صغير شايفك يا كبير يا عائل قاعد مكفي على الموبايل ورقبتك عامله زي الاباجوره بتاعت المكتب كده. بالنسبه لابنك او بنتك اكيد البتاع اللي انت عمال بتبص له ده حلو جدا ما انت قاعد طول النهار هيبقى عاوز يعمل اباجوره هو كمان اعمل زي بابا. تاني حاجه لازم تاخد بالك منها انك مش قاعد معاهم على طول على النت فالحل بتاع ده نعمل ايه علشان نضمن ان هم بيشاركوك كل حاجه؟ الهيافه باختصار فقره الهيافه بتخليهم يفتحوا لك قلبهم ويقولوا لك على كل الحاجات يقول لك على حاجات كتير جدا على الاقل يعني مثلا اللقطه اللي هي بتاعت انت وولادك في العربيه وحد معدي من بره يفتكر ان في شور روسي جوه او عرض الدولفين او انت بتغني معاهم بيبي شارك وعمال تغير اسم الراجل اللي في الاول تحط بقى اسامي من العيله محسن شارك ومدحت شارك انا بعمل كده تبقى فسحه ظريفه جدا. لما تعمل ده اتاكد ان هم قادرين يتكلموا معاك في كل حاجه مقدار تفاهه المواضيع اللي بيشاركوها معاك بياكد قربهم ليك ساعتها تقدر تشرح له علامات الخطر وهو بيتعامل مع السوشيال ميديا احنا قريبين من بعض عشان يبقى واعي لها. لكن لما انت تبقى بعيد مفيش ما بيننا هيافة ولعب وهزار اي حاجة هتقولها له بابا بينصح بابا بيهبد مش هينفع. وكمان اتكلموا عن التنمر والخصوصية لما تيجي تشرح له اهمية الخصوصية ما تكلموش وانت قاعد جوه التيشيرت بتاعه فاهم اديله برضه خصوصيته هيتعلمها لوحده. واتكلموا على السوشيال ميديا لا مش تتكلموا على السوشيال ميديا يعني تقدموا لها يا زي حد متكلم عليها كده لا تتكلموا على السوشيال ميديا يعني تتكلموا عن المواضيع اللي ليها علاقة بالسوشيال ميديا روح انت كده اعرف شوية حاجات وكلمه قول له بقى الجيمينج ايه والالعاب كده عرفه ان قبل السن القانوني مستحيل تسمح ان هم يعملوا اكاونت عشان ده يعتبر غش وعشان كمان مصلحته وحمايته عشان طبعا الباقة بتكلفنا جدا بس مش بنقول له كده دي حاجه بيننا وبين بعض. عملنا اكاونت مش حقيقي على فيسبوك وحطينا عليه شويه صور ومعلومات قسمنا الولاد لفرقتين وطلبنا منهم يعرفوا اكبر كم من المعلومات عن صاحبه الاكاونت. بصراحه اللي حصل كان مفاجاه. مين بيلعب في تليفوني؟ مين؟ بتتجسسوا على مين؟ مين؟ ها عملتوا ايه؟ كاتبة كل حاجة عن نفسي. طب قولوا لي بقى مين يبدأ؟ أنا. ماشي. أول حاجة هي عندها تيك توك أكاونت. ماشي. هي بتلعب هاند بول. أوكي. بتروح متروبوليتان سكول ولبسن 6 أكتوبر. مولودة يوم May 19, 2005. وبتعرف تتكلم انجلش وجيرمن بتحب فريندز وبي تي اس وان دايركشن اوليفر رودريجو بتحب فريندز وبي تي اس وايه؟ وان دايركشن واوليفر رودريجو وسيلينا جوميز وعندها 6 فريندز وعارفين الجيميل بتاعها انا عرفته انا عرفت الجيميل لا نفسي اعرف باباها تعبان باباها تعبان في العنايه المركزه ايوه بتصيب الدم او وعندها الجريدينت اب ايوه وده تقريبا شكل جدتها يعني ما خدتوش بالكم ان في حد من قرايبها كان بيكلمها كومنت وردت عليه اهو ايه كل الكومنتات دي الله اعلم حد عارف خد باله ان هي بتروح زايد كل تلات ايوه انا كنت لسه اهو وزن شيخ زايد تحب الشاي بلبن دي اكتر حاجه ثانيه واحده هعرف بس شنطه بتاعتها مين كمان انا عرفتها البنت اللي كانت معاها في البوت على النيل معلومه مهمه جدا جدا صدمه ما اعرفش انتوا عرفتوها ولا ما عرفتوهاش حد فيكم خد باله ان الاكونت ده فيك
كل البوست دي اصلا معموله من شويه. البنت دي لو حقيقيه طبعا هي مش حقيقيه ولا حاجه، هي بنت صاحبتنا وجميله صغنونه زيكم كأكبر منكم شويه، واحنا استاذناها تمام، وده مش اسمها ولا اي حاجه، قلنا ان احنا هنعمل كده عشان كده ناخد بالنا برضو لما حد يجي يكلمنا ولا حد ممكن يبقى اي واحد عامل اكونت دلوقتي حالا وعامل نفسه ممكن يبقى اي حاجه. وخدت بالكم انه حاجات كتير قوي ممكن نعرفها ازاي من شويه صور وشويه كلام انا كاتبه، هي مش واخده بالها بتقول انا رايح النادي هتحط صوره كوره، بس انت ممكن تعرف عنها معلومات كتير. انا عرفت اكتر من 20 معلومه بالظبط وكمان خدت بالكم ان هي عامله صور بابليك، يعني ممكن تعمل اي حد يعمل سكرين شوت وياخدها ويحطها وبتبعت اللوكيشنز بتاعتها. انا ساعات بيحصل لي كده بلاقي مثلا حد عامل اكونت اسمه احمد امين واخش ايه ده فيه، فلا حاطط صوري وحاطط اخبار وحاطط جاب الحاجات دي فيك اكونت من حته تانية. بالظبط كتير فيك اكونت، خلوا بالكم بقى. ممكن نعمل هاكر اصلا ونعرف كل حاجه، ممكن تطلعوا هاكرز وانا مش عارف لا مفيش هاك مفيش اي حاجه، استنى بص على الفيسبوك بتاعي بسرعه لا الحمد لله يلا اسحب الموبايلات. السلام عليكم يا جيراننا. طب انت زهقت من زن العيال وهم هيموتوا على اكاونت فيسبوك وانت خايف عليهم وحاسس ان الموضوع في خطوره وخايف يخرج عن سيطرتك، فايه الحل؟ طبعا الحاجات اللي قلناها دي، بس احنا النهارده جايبين لكم حل ظريف جدا جدا احنا اكتشفناه، اكتشفنا ان هو في حد ذاته لعبه دمها خفيف. احنا هنجرب النهارده نعمل سوا عقد مكتوب، عقد نعمل ده مع العيال الصغيره. ايوه لان احنا ما بنقولش عيال، دي هم مش عيال، نعمل ده مع ابني، اعمل معاه عقد مكتوب بشروط ما تخرش الميه، هنغطي فيها كل بنود التعامل مع السوشيال ميديا في بينك وبين ولادك عشان خاطر تنظم الموضوع تقلل المخاطر، بنود حقيقيه يعني فاهم، الموضوع يبقى دمه خفيف والعقد يبقى لذيذ جدا وهتقعدوا تتحكوا وتكتبوه بتاع كل ما وانتوا بتعملوا العقد تبقوا قاعدين تناكفوا في بعض كده بخناق وجو ظريف، كل ما يبقى العقد صح، لان احنا عايزين نحط العقد ده نختلف دلوقتي بس ما نختلفش بعدين، فدلوقتي اتخانق بس لا مش كده، لا 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 العقد مش معانا يا استاذ يا حبيبي يا حبيبي سيب بابا لا طب بلوك. لا بص في ورقه زميله دبست له الورقه في السبوره ما اعرفش ازاي. طب دلوقتي بصوا احنا هنعمل ايه بقى. طبعا انا عارف ان انتوا بتستخدموا السوشيال ميديا احيانا مثلا على تليفون بابا او تليفون ماما او في حد عنده ممكن عنده سوشيال ميديا، بس مفروض ان لما نعمل حاجه زي كده يبقى في اتفاق ما بيننا وما بين بابا وماما على شويه قوانين. يعني احنا مش هينفع نمنعها طبعا نقول انها مستحيل، لا هنستعملها، مش هينفع برضو نستعملها براحتنا خالص واللي يحصل يحصل، مش هينفع لازم يبقى في شويه ايه قوانين نعملها مع بعض. فاحنا قاعدين النهارده هم جايبيني واسطه يعني علشان خاطر اهدي النفوس، قاعدين في مجلس العقد ده علشان خاطر نمضي عقد ما بين بابا وما بيني او ما بين ماما وما بيني عن شروط وقواعد استخدام السوشيال ميديا. ماشي نشوفوا العقد كده مع بعض. واحنا بنقول البنود لو حد معترض على حاجه هيرفع دي، ولو حد موافق هيرفع دي. اوكي لو حد عايز يتناقش بيعمل كده ونتناقش مع بعض. عقد الفاميليا للسوشيال ميديا بين الاباء والابناء، البند الاول التاسيس، ضروري بابا وماما يوافقوا قبل ما اعمل اي اكاونت جديد، فلو بابا وماما ما قالوش مبروك بنفس قبل ما اعمل اي اكاونت او انزل اي ابلكيشن مش هيتعمل، وطبعا مش هعمل اي اكاونت من وراهم. تمام موافقين؟ اللي بعده هقول لبابا وماما الباسورد بتاع الاكاونت ومش هغيره من وراهم. موافقه؟ ثلاثه عادي ان ماما وبابا يحطوا على موبايلي ابلكيشن يتابعوا بيه استخدام الموبايل، وده للحمايه والمصلحه مش قله ثقه. يا مات اوكي اعترض هي دي. طيب ماشي موافقه من ورا قلبك يا كانت ليه رايحه يعني اتفضلي براحتك في دي وفي بطه يعني زي ما انت موافقه. انا بند الخصوصيه، معلوماتك الشخصيه مش للمشاركه، اللي هي المعلومات الشخصيه اللي هي زي ايه اسمك رباعي سنك دول مكانهم مش السوشيال ميديا. مش حافظ اسمك الرباعي اصلا؟ لا يبقى تعملي سوشيال ميديا ازاي، انت محتاجه تعملي بطاقه محتاجه تعملي شهاده ميلاد كده مش سوشيال ميديا. ليه اسمك ايه الثلاثي ايه؟ طيب جوري كريم حاجه. جوري كريم حاجة؟ دي عيلة حاجة، دي عيلة كبيرة قوي طبعا، دي عيلة كبيرة جدا جدا دي مشهورة في العالم طبعا طبعا انا اعرف كذا حاجة. انت من الحاجة بتاعت المنصورة ولا الحاجة بتاعت الاهلية؟ معلوماتك الشخصية مش للمشاركة زي اسمك الرباعي وسنك ورقم جلوسك، دول مكانهم مش السوشيال ميديا، افتكرهم انت بس في الامتحان، ولا هم ولا اي معلومة شخصية عنك زي مدرستك او النادي اللي بتتمرن فيه ممكن تشاركها على السوشيال ميديا غير باذن ماما وبابا لانهم ممكن يعرضوك للخطر. موافقة؟ موافقة. ما تعملش بلوك لماما او بابا ابدا. موافقه موافقه
ممنوع تنزل اي صوره لاي شخص في العيله والاصحاب بدون اذنه، يعني محتاج تستاذن ماما وبابا قبل ما تنزل صورته بالفانيلا مثلا، او تنزل صورتك وهو معدي وراك بالفانيلا انت بتصور كده وهو معدي، وقت مش منظر يعني، ولا تنزل صوره الفانيلا نفسها، فبنستاذن بابا طبعا قبل كل فانيلا، قصدي قبل كل صوره بنسلم. اتفقنا؟ طيب البند الثالث بند الاداب، مش هينفع اكتب او اعمل شير لاي صوره او معلومه تضر انسان، اكيد ده في حياتنا كلها مش في السوشيال ميديا بس. موافقين؟ موافق. حد عايز يتناقش اي حاجه؟ لا، البطه ما اشتغلتش. هنديها فلوس على الفاضي. هعرف ماما وبابا فورا لو حد بيحاول يبعت لي رسائل او يكلمني وانا ما اعرفوش، وطبعا مش هعمل له اد، بالتالي مش هعمل له اد. ايوه كده صح. طيب لو حصل مشكله في البنود دي نعمل ايه؟ هاخد الموبايل بس يعني لفتره معينه، هنحدد في العقد فتره معينه اللي طيب تمام بيستخدموه ساعه نوقفوا ساعه. اظن في الدراسه بقى برضو عدد، وفي الدراسه نص ساعه. بعدين احنا انت هترضي متاكده؟ بعدين على فكره انا عندي كمان عند الولاد عندنا السكرين تايم وقت الشاشات ده، وقت الشاشات كلها مش الموبايل بس، وقت الشاشات التلفزيون، اصل الشاشات كترت حضرتك، احنا بقى البوتاجاز في شاشه، انا بخش عليهم بيتفرجوا على الخلاط. طيب انتوا هتحددوا عدد الساعات، انت شايفه انت عدد الساعات المعقول ايه؟ لا في الدراسه ممكن تبقى ساعه. ماشي في الدراسه ساعه. اهي معترضه اهي. هنتناقش وانا كده. وحضرتك حاطط وقت برضو للموبايل في اليوم ولا عاملين ايه في الخناقه؟ لا مفيش وقت محدد. هو بالتقدير كده، في اوقات مهمه لازم اسيب فيها الموبايل، دي برضو حاجه المفروض نتناقش فيها مع بعض، مثلا زي وقت الاكل وانا بذاكر وانت بتذاكري بتذاكر. مش وانا باكل بالظبط، واحنا في مناسبه عائليه. لا لو احنا متجمعين بناكل مع بعض المفروض يكون ما فيش. انا باكل لوحدي ممكن اتفرج. لا وكلنا اصلا ما نمسكش التليفون، مش بس حد فينا، كلنا ما نمسكش التليفون. يا ريت والله فعلا. انا فعلا انا ببقى مثلا راجع احنا البيت قاعدين على السفره، احنا الاربعه كلنا ماسكين التليفون، احنا بنبعت صور، بعت لي الملوخيه، بعت له صوره الملوخيه على الواتساب. لا حضرتك قصدي طبق الملوخيه، طولني الملوخيه مش طايق. البند الرابع العواقب، لو ما حصلش، لو الحاجات ما حصلش، العقاب ده لازم يبقى بالمناقشه، لازم احنا ما قلناش لسه، ممكن يبقى بونبوني. طب هنعمل ايه بقى؟ يعني هل مثلا الكلام على المصروف، ولا هنسحب الموبايل، ولا الخروجات نلغي الخروجات؟ ممكن نسحب الموبايل. نسحب الموبايل. طيب موافقين خلاص على البنود دي؟ اوكي. حد عنده اي مشكله، اي اعتراض، حد عايز ممكن نستغبق لما بتمسك. ممكن انتوا بقى تعملوا العقد اللي ما بينكم وما بين بعض ده وتعملوه بجد، على فكره ما تكسفونيش، لازم تعملوا العقد ده وتحتفظوا بيه وكل واحد يرجع عليه. ممكن ناخد نسخه، وممكن تاخدوا نسخه من دي نعدلها، وحضرتك ممكن تفضلي تمضي فين العقد الكبير عشان خاطر كبير. ايوه عشان ما حدش عشان ما ترجع تقول انا ما مضيتش. لا بص ايه ده مفيش ده، بص ده واضح جدا، ده اتعلقوا بقى في الشقه. لو حد نسى يوروه بقى. هنا ايه موافقه يا حبيبتي؟ طب اهم حاجه بس كنت بتاكد عشان الف مبروك يا جماعه، تقدري تستلمي السوشيال ميديا بتاعتك بره من الريسبشن، تقدري تاخديها خلاص بالعقد ده وبالايصال وتتكلي عليها. احنا عملنا عقد بتاع السوشيال ميديا اللي اتكلمنا عنه في الحلقه ده، عقد مبدئي كده من عندنا علشان خاطر انتوا على اساسه ممكن تبتدوا تعملوا العقد بتاعكم، او لو عجبكم ممكن تستخدموه. هو هتلاقوا العقد ده في الكومنتات او في الديسكريبشن حسب انت جاي من انهي محافظه، هيبقى موجود، تحمل العقد وتقضي وقت لطيف جدا علشان خاطر نظبط موضوع السوشيال ميديا مع الولاد. انت فاكر اليوم اللي انا كنت اتولدت فيه كان ايه احساسك ساعتها؟ فاكره بكل تفاصيله. ده كان احلى يوم في حياتي. احساسي ان انا ملكت الدنيا واللي فيها. ايه اكتر مره خفتي عليا فيها؟ اول كل يوم في اي حاجه بتعمليها جديده. انت وانت رايح المدرسه ببقى نفسي احط لك كاميرا عشان اشوفك انت بتعمل ايه، واي حد يجي جنبك اروح اضربه. عايز تعتذر ليا على اي حاجه عملتها؟ اي وقت مثلا انت احتجتني فيه انا ما كنتش موجوده. انا اسفه فريده لو كنت قصرت معاكي في اي حاجه. حاسه اني بقيت كبيره ولا اعتمادك عليا لسه صغير؟ لا لسه صغيرة وتفضلي طول عمرك صغيرة. يعني فاضل لك شوية كمان.
الحاجة أو الموقف اللي مخليك خايف عليا من السوشيال ميديا ومش واثق فيا؟ لا أنا واثقة فيكي، بس أنا خايفة من اللي حواليكي. خايف عليكي، ضحك عليكي، تمشي في طريق أنتي مش عارفة أبعاده إيه. إيه الحاجة اللي عملتها لك واتبسطتي مني قوي؟ لما عملتي لي قبل كده سيربرايز ووديتيني كيدزانيا مع صحابي. فاكرة لما كان عيد ميلادي وصحتيني ووديتي لي هدياتك؟ أيوه. كان مبسوط قوي ساعتها. هتبقي زيي في إيه لما تبقي أم؟ ومش هتحبي تبقي زيي في إيه؟ زيك بالظبط. أبقى أم طيبة وحنينة وبتعمل كل حاجة الأول. شكرا على الحب اللي انت اديته لي من ساعه انا اتولدت. بحبك من قلبي. انا بحبك يا مامي، وانا مبسوطه انك جبتيني قوي. نفسي ان احنا نقضي وقت مع بعض اكتر ونتبسط. وشكرا على كل حاجه انت عملتها لي. وانا اوعدك يا مامي اني مش هعمل اي حاجه تضايقك، وانا اسفه على اي حاجه زعلتك مني. أوعدك إن أنا عمري ما هعمل أي حاجة تضايقك. أنا أتمنى إن أنت تبقي معايا على طول. وإنتي أحلى أم في الدنيا، بحبك قوي. مامي سوبر هيرو. أنا برضو كنت بلك جوي. إنتي عارفة إن فرحتي وسعادتي هي إنتي، وإنتي عارفة إن إنتي أختي الصغيرة وصاحبتي قبل ما تكوني بنتي وتوأم روحي. عارفة إنك سبب فرحي وزعلي، قلقي وحيرتي. طب عارفة إنك سبب عشتي. كل ما بتكبري فرحتي وحبي ليكي بيزيدوا، وبحس قد ايه انا ليا لازمه في الدنيا. من اول يوم ليك في الدنيا وانت اكبر تحدي في حياتي. انا بحبك عشان انت يحيى، حتى لو ما بتعملش حاجه خالص في الحياه. انا بعتذر لك لو كنت في يوم من الايام عملت لك حاجه او جرحتك او قلت لك اي حاجه تزعلك او تضايقك، لان انا عملت كده فعلا. اوعدك وانت عارفه اني لما بوعد بوفي. أوعدك أكون في ظهرك جنبك ولغاية آخر يوم في عمري. ونفسي أقدر دايماً أوصل لك قد إيه أنت جميل ومميز. نفسي أشوفك أحسن واحدة في الدنيا وتبقي على طول مبسوطة وتحققي كل اللي بتحلمي بيه. أوعدك أني مش هعمل أي حاجة تاني تزعلك مني، وهعمل دايماً حاجات تفتخري بيها في المستقبل، وإني هبقى دايماً سند وظهر ليك أنا وبابي في كل حاجة وكل قرار تاخديه. يا رب يبارك لي فيكي ويخليكي وتفضلي طول عمرك احلى بنوته شافت عيني. حبيبتي. مع كل اكونت جديد مساحه جديده من مشاركه الراي والمحتوى. هي الجمله دي ما بتتقالش غير بالطريقه الاعلانات دي. مع كل اكونت جديد فعلا هتعمله هيبقى فيه اراء انت هتقولها واراء هتسمعها وهتشارك محتوى، وضروره محتاج نكون جنب اولادنا ونعلمهم ان كل كلمه بتطلع مننا سواء بقى في البر في البحر في الجو في البابليك في البرايفت في الانبوكس في اي حاجه، الفيك اكونت كل دي مسؤوليته مسؤوليتنا. دي حاجات بتتحط بتروح العالم كله بيشوفها، ممكن تحتفظ بيها لسنين، ممكن اصلا ناس تشيلها لسنين قدام. والاخلاق في الحقيقه سلوك، وفي السوشيال ميديا سلوك برضو، مش هاشتاج اخلاق، لا هي هي. والاذى في الحقيقه والسوشيال ميديا وجع، مش بيتحول لواوا افتراضيه مثلا ما بتاثرش، لا هو وجع برضو. وان الشوبينج الاونلاين ده بفلوس حضرتك، بفلوس حقيقيه، واحد هيخبط على الباب بجد هيجي يديلك حاجه هتديله فلوس او هتدفع فلوس اونلاين. يعني احنا مش عالم مثلا بعيد عن الحقيقه، لا احنا في ناس حقيقيه على السوشيال ميديا ممكن تاذي
رأيك، ممكن تعمل أي حاجة، مش معنى إنه سهل نشارك ونقول رأينا إننا نعمل كده، لو ما عندناش حاجة كويسة نقولها ما نشاركش، ده في السوشيال ميديا وفي الحياة على فكرة، نكتفي بالتمثيل المشرف وخلاص، وأنا أول المتابعين عادي جدا، وألف مبروك الأكونت على الكتكوت الصغير، يدوبوا في ترند الخير وهاشتاجات الفرحة وستوريز الرحلات والأفراح وبومرانج الضحكة الحلوة، نستلم بقى أكونت السوشيال ميديا من الريسبشن، كفاية فيك كده، نقفل، نكمل في الإعلانات، كفاية كده. دي ايه؟ انا استحمى. ريحه باينه قوي. العنب البني باين. انا اسف معلش، يمكن القميص بس مش طيب. ماشي اوكي خلاص. فين دي؟ عشان لو حد معترض ممكن يزمر. ايوه ايوه صح صح صح. لو حد عايز يتناقش يعني، هنا موافق ورافض، حد عايز يتناقش يعني. ايه ده؟ وهي مع عليها سانيتايزر ومتعقمه البطه. ماشي اوكي. معاكم عايزين نتصوروا. انا جاي اتصور اهو. خلاص عرفنا بقى مشاكل اختار السوشيال ميديا. عايزين بقى نشير الحلقه دي على السوشيال ميديا. ملناش دعوه احنا بالاخبار، احنا قلنا كله ملناش دعوه. اه طيب، ايه الصور الجميله دي؟ اتفضل، ايه رايك؟ الله، ايه ده؟ الله ممكن بقى نتصور كلنا صورة جميلة مع بعض بمناسبة الحلقة الجميلة بتاعت النهاردة. هنعمل كده؟ ايوه بالظبط، نعدل الصور. تمام. تسرقنا الدنيا وتاخدنا من بعض ساعات، وتروح اوقاتنا ومواعيدنا باصين في شاشات، تسحبنا الايام تبعدنا المسافات، ونضيع على بعض بإيدنا أجمل أوقات. سيبك من الزحمة الكذابة وشوف مين حواليك، هتلاقي الباقي مفيش غيرهم إيدهم بإيديك. لو زادت مرة هذا البرنامج برعاية